ورجعنا لكم بعد الفاصل، وحابة أفكركم بأرقام التليفونات الخاصة بكورس لين كاب، الكورس الطبيعي 100% اللي بيقدر يخسس من 10 ل 15 كيلو في الشهر، اللي عليه النهاردة خصم 70% لأول 100 متصل فقط، وكمان عليه هدية مجموعة زيت الشعر، مجموعة الزيوت المتكاملة اللي بتقدر إن هي تعالج التقصف، تعالج التساقط، وكمان الهيشان، وكمان بتطلع شعر في الفراغات للناس اللي عندها فراغات في فروة الرأس. طبعا الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة للتواصل مع الفريق الطبي لكورس لين كاب عشان تحصلوا على الخصم 70%، بيوصل لكم الكورس لحد باب البيت، الكبسولات والنقط والأعشاب. وفقرتنا دي منورنا فيها دكتورة من أشطر الدكاترة في مجال مستحضرات التجميل، طبعا فقرة مفاجأة، وطبعا سعيدين كلنا بوجودها معانا في الاستوديو. هي دكتورة شذا الخولي، هي صيدلانية متخصصة في مجال مستحضرات التجميل. منورانا يا دكتور. حضرتك على طول منوره بجد، والله ما شاء الله عليكي، يعني بنستفيد منك على طول. انا شخصيا كمان بستفيد منك وبتعلم منك حاجات كتير كمان. نورك والله يا دكتور، واحنا سعيدين جدا بيكي، وحابين بقى النهارده نستفيد منك ومن خبرتك الهائله في مستحضرات التجميل. وعايزاكي الاول تكلمينا يا دكتور على المواد الطبيعيه ودورها، ان هي ازاي بتحلي الشخص او بتحلي الحد اللي عايز يستخدم او يحلي من شكله عن طريق مواد طبيعيه او اعشاب طبيعيه. هو الحقيقه انه كل الحاجات اللي احنا يعني بنلجا ليها بنحطها يعني طابكل، يعني بنحطها على بشرتنا او شعرنا او بناخدها كبسولات، احنا كمان نقدر نعزز ده، او نقدر كمان نعتمد ان احنا نعتمد على انظمه غذائيه، او ناخد خضروات كتير، او ناخد فواكه كتير، لان في فواكه وخضروات كتير جدا فيها فيتامينز كتيره بتقدر ان هي يعني لو احنا عايزين نستبدل الناس اللي ما بتحبش الادويه او بتحب الكريمات، نقدر ان احنا نستفيد من الحاجات الطبيعيه دي علشان نحسن بشرتنا وشعرنا. دايما بيقولك انه يعني الحلاوه بتاعت البشره والشعر بتبدا من جوه، من بطننا، ودي حقيقه. صح. بجد يعني بتفرق جامد في حاجات كتير جدا. طبعا لو قعدنا نتكلم كتير عن كل الخضروات والانواع كلها والفواكه والحاجات كلها، يعني مش هنلحق نخلص، حلقات وحلقات بالظبط. بس في بعض المواد الفعاله الطبيعيه، والحقيقه ان هي نباتات طبيعيه بتكون موجوده في بعض المنتجات، حابه اتكلم عنها لان هي يعني فكرتها جديده، زي ماده الجارسينيا. تمام. يعني ماده الجارسينيا من الحاجات اللي لفتت انتباهي مؤخرا، انه الناس بقوا بيستخدموها في مستحضرات التجميل خصوصا عشان تعالج الستريتش ماركس. ممتاز. انا عايزه اقول لك كمان ان كورس لين كاب يا دكتور فيه الجارسينيا كماده فعاله موجوده في الكورس، ففعلا الناس اللي عندها ستريتش ماركس هتقدر تخس مع الكورس ومش هيحصلها ستريتش ماركس. فكلمينا ازاي بالظبط؟ يعني الجارسينيا اصلا بتشتغل على الاماكن بتاعه حرق الدهون، وبتشتغل كويس جدا على ان يعني انزل فاتس، انزل دهون من جسمي، وكمان بتساعد ان هي بتقلل وانا يعني بعمل شيبنج او بخس انه ما يحصلش يعني تمدد مفيد للجلد. فالجلد ينزل مره واحده، فبالتالي هيكون دهون تحت الجلد فبتتكون الاستريتش ماركس، فده بيعالج. فده كويس جدا ان هو انا اخده ككبسولات او نقط او اشربه، ده بيكون حلو قوي. بلس كمان انه لو انا كمان بحط كريم او كده على المناطق اللي انا بخس منها، زي البطن او منطقه الصدر او الارداف، ودي اكتر مناطق بيتكون فيها الاستريتش ماركس، فالجارسينيا بتكون مفيده جدا جدا. ممتاز. يعني الجارسينيا هتخسس وفي نفس الوقت هتمنع ظهور الاستريتش ماركس. الجارسينيا دي من اهم المواد الفعاله اللي موجوده في كورسنا النهارده، كورس لين كاب اللي عليه خصم 70%. اي حد عايز الكورس بيتواصل من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. معانا محمود عايز يكلمك يا دكتور. يا محمود ازيك؟ الله يسلمك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، نحمد ربنا. تمام الحمد لله. كلمنا يا محمود. ازيك يا دكتوره؟ الدكتور تمام الحمد لله. يا رب دايما. اتفضل الدكتوره معاك يا محمود، اسال. تمام. بقول لحضرتك دكتوره، انا بس عندي مشكله كده عند مراتي. تمام. هي وزنها 95 وطولها 168. تمام. وزنها 65 وطولها 178. تمام. لا 168 طولها ووزنها 95. ماشي تمام. اوكي. فحضرتك يعني لو عايزه تخس شويه مثلا ممكن نعمل ايه؟ هي عندها سمنه موضعيه يا محمود مثلا في منطقه معينه؟ هي البطن كبيره شويه.
تمام. احنا النهارده كل الاتصالات جايه لنا على البطن. انا عايزه اقول لك ان كورس لين كاب من اكتر الكورسات يا محمود اللي هتعمل معاها شغل حلو قوي. هتخسس زي ما قلت لكم من 10 ل 15 كيلو في الشهر، وكمان مش بس هتخسس، هي تخسس السمنه الزياده اللي عندها في منطقه الكرش وكمان الوزن الزياده اللي في جسمها، بالاضافه ان هي كمان هتحسن من صحه الشعر وصحه البشره. وهتكلمنا دكتور شذا اكتر على الحته التجميليه او صحه الشعر والبشره، وازاي كورس لين كاب يقدر انه يحسن جدا من شكلنا وبيحسن من الناحيه الجماليه لصحتنا وبشرتنا. اتفضل. الحقيقه احنا ممكن يعني ناخد ردا على كلام محمود انه الكروميوم من الحاجات اللي موجوده في الكبسولات وفي النقط وفي النظام العلاجي، لانه الكروميوم بقى يعني ده ينقلنا عند منطقه مهمه جدا. الكروميوم من الحاجات اللي في ناس كتيره جدا مش عارفه هي ازاي عند الستات بالذات والبنات بتخسس منطقه البطن والارداف. اللي بيحصل اصلا انه لما بيحصل بيكون في سمنه زياده او حاجه زي كده، دايما بنبدا نشك مع السيده انه بيحصل مقاومه انسولين، او بيحصل دايما انه منطقه زي ما محمود قال منطقه الارداف بتكون زياده او البطن بتكون زياده. ليه المنطقه السفليه بالظبط. الكروميوم بقى بيشتغل على موضوع مقاومه الانسولين ده جدا وبيعالجه، بلس كمان ان هو اصلا بيشتغل على حاجه اسمها مركبه التنظيم الغذائي اللي بتكسر الكربوهيدرات بنسبه كبيره اللي بتكون متكونه كتير جدا في منطقه البطن وفي منطقه الارداف. فبالتالي بتبدا تشتغل عليها بشكل بيرفكت جدا وبتارجته، يعني بتحدده هو بالتحديد، وبالتالي المنطقه دي بتنزل بسرعه في الوزن. ممتاز كده. احنا اتكلمنا على الكروميوم وكمان الجارسينيا، يا دكتور كلمينا برضو على باقي المكونات الطبيعيه اللي بتفرق جدا في شكلنا وفي صحتنا. الجورانا برضو من الحاجات الحقيقي اللي انا مبسوطه جدا انها موجوده، لان يعني يعتبر طفره في الحاجات اللي هي الميديكال او في المواد الفعاله، انه يعني الجورانا كمان قد الكافيين، قد الكافيين اللي احنا بناخده من القهوه 3 مرات. يعني دايما بيديكي نشاط بدني وبيديكي انك دايما تكوني نشيطه عشان تعملي رياضه دايما بالظبط يعني. ودايما تكوني قادره ان انت تكملي في الدايت، ما تكونيش هبطانه وحاجات زي كده. بلس كمان ان هو من ناحيه البشره ان هو اكتر بيحفز الكولاجين وبيخلي البشره تكون مفروده، وخصوصا منطقه حوالين العين، لانه احنا تقريبا اغلبنا بيعاني من الخطوط الرفيعه اللي بتطلع تحت العين دي. صحيح. والهالات السوداء اللي تحت العين دي منطقه كلها مشاكل. والله عشان احنا اصلا مبهدلينها معانا. ايوه صح. يعني فعلا الفاين لاينز او الخطوط اللي بتبقى صحيح. موجوده في منطقه العين من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا الحقيقه رجاله او ستات. السمار او السواد اللي بيبقى تحت العين اللي هو الباندا ايز طبعا من اكتر برضو المشاكل اللي بتواجه في منطقه العين. فبتقولي انه مستخلص الجورانا بيقدر انه يعالج المشكله دي، لانه كمان في مضادات أكسدة. وكمان يعني هو كمان بيحفز الدورة الدموية، فتحفيز الدورة الدموية للهالات السوداء اللي بتظهر تحت العين ده شيء مهم جدا. لأنه بيبقى عليه عوامل كتيرة جدا، فالجورانا يعني بتحفز الكولاجين، بتحفز الدورة الدموية. فإحنا كده سببين رئيسيين من أسباب الهالات السوداء إحنا أصلا شغالين عليهم. ممتاز. يعني إحنا كده يا دكتور هنخس من غير ما يبقى في مشاكل في بشرتنا، بالعكس إحنا هنعالج المشاكل اللي في بشرتنا وهنعالج المشاكل في شعرنا. عشان كده دايما بقول لكم ان كورس لين كاب مش بس تخسيس، كورس لين كاب بيقوي المناعه، بيحافظ على صحه البشره وصحه الشعر. ففي حالات كتيره جدا بتجيلنا ان هم بيبقى عندهم مشكله في الجهاز المناعي، او مشكله ان هم بيعيوا كتير بالمعنى البلدي كده بتاعنا، كمان مشكله في ان عندهم تساقط في الشعر، او عندهم مشاكل في الشعر، تقصف او هيشان او فراغات زي ما قلت لكم في فروه الراس. كمان الناس اللي عندها مشاكل في بشرتها، الغمقان في البشره، الترهل بتاع الوجه، الفاين لاينز او الخطوط اللي هي رفيعه اللي بتبقى حوالين العين، كلها مشاكل في البشره، الهالات السوداء، كل دي مشاكل بيقدر يحلها كورس لين كاب بمكوناته الطبيعيه 100%. عليه خصم النهارده 70% لاول 100 متصل بس من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه وكمان صفحه الفيسبوك. نرجع لك بقى يا دكتور، عايزين احنا كده اتكلمنا على الكروميوم، على الشاي الاخضر والجورانا، ممكن تكلمينا برضو على باقي المكونات؟ الشاي الاخضر مينلي، احنا لسه كنا هنفتح الموضوع بتاعه. يعني هو الشاي الاخضر طبعا من الحاجات اللي اغلب الناس عارفاه او دايما بتميل ان هي تاخده. طبعا عشان فيه كافيين طبعا، فهو يعني بيعزز برضو النشاط البدني والنشاط العقلي. وكمان بيكون مفيد جدا علشان برضو الهالات السوداء. ومضادات الاكسده اللي فيه بقى عايزه اقول لك ان هي ليها تاثير فظيع جدا على الشعر. هي اصلا يعني بتحفز نمو الشعرايه، بتخلي الشعرايه الجديده اللي بتكون طالعه بتكون يعني
يعني مور هيلثي، يعني بتبقى شكلها بصحة أفضل اكتر وبتكون كويسه وبتكون مش مقصفه، وبتكون الجذور بتاعتها نفسها وهي طالعه من المنبت بتاعها بتكون قويه جدا. لانه دايما احنا لما بنيجي نعمل دايت او نمشي على نظام غذائي ونخسر وزننا، دايما اول حاجه نشتكي منها هي تساقط الشعر. تمام. طب معانا بقى تتوالى سلسله نجاحات كورس لين كاب مع حالات حيه وصور حيه. تعالوا نشوف مع بعض الصور اللي خست مع كورس لين كاب وازاي حققت النجاح الكبير وحياتها اتغيرت للافضل. معانا شاهيناز. شاهيناز الحاله اللي قدامنا دي يا جماعه زي ما انتم شايفين الاختلاف هايل في الوزن. زي ما انتم شايفين قدرت شاهيناز ان هي تحقق معادله صعبه، ان هي تقل في الوزن والدهون اللي كانت عندها عن طريق استخدامها الكورس لين كاب. وده كان في حوالي شهر او شهر ونص. كانت نزلت معانا شاهيناز حوالي 20 كيلو. فطبعا زي ما انتم شايفين حياتها اتغيرت للافضل، وكانت من الحالات الحلوه اللي يعني فرحت جدا بالنتيجه، وقعدت تقول ان جوزها كان بيبقى مبسوط جدا بالتغيير اللي حصل الحقيقه، لان كان بالنسبه لها صعب ان هي تنزل مع الولاد تعمل طلبات البيت بسبب الوزن الزياده. ففرق جدا في حياه شاهيناز وحياتها الاجتماعيه مع جوزها وكمان مع اولادها. فدي طبعا حاله من الحالات النجاحات اللي حققها كورس لين كاب الحقيقه. واحنا بنبقى سعداء جدا باي حد يا جماعه بيخس او اي حد يعني حقق نجاح مع كورس لين كاب. يا ريت تكلمونا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه لو حابين طبعا تنورونا في اي حلقه بنظبط معاكم ان حالات ان شاء الله تكون معانا خست على الكورس. نرجع لك بقى يا دكتور، احنا اتكلمنا كده على الشاي الاخضر والكروميوم وكمان الجارسينيا. كنت كمان كلمتيني على ال كارنيتين قبل الهواء، فكنت حابه ان انت تقولي برضو عليه. بالظبط، هو الكارنيتين كمان من الحاجات بقى يعني هقول فوائده للشعر وللبشره. أيوة. ان هو بيعزز برضو نمو الشعر جدا، فدي حاجه بتخليني يعني مبسوطه وانا باخد الكارنيتين ان انا يعني هيبقى شعري برضو صحي اكتر ومش هيقع، لانه دي اهم مشكله ان انا شعري ما يقعش. اعمل دايت بس شعري ما يقعش، يعني تعملوا اي حاجه بالظبط ان شعري يفضل سليم وما يقعش. لا، وكمان هو لان هو كمان بيعمل جلوينج للجلد، يعني بيخلي الجلد زي ما بنقول كده بينور، يعني بيدي طاقه وحيويه كده للجلد. فدي بتكون برده حاجه من الحاجات المهمه ان احنا برده نحافظ على نضاره بشرتنا، لانه برده الدايت اوقات كتير جدا بيأثر بالسلب على بشرتنا، فبيقلل النضاره وبيخلي فيه بهتان في البشره. صح. انت عارفه يا دكتور بلاقي ناس كتيره وحالات كتيره بتخس، يعني بيعملوا دايت ويخسوا فعلا في الوزن بال20 و30 كيلو بس بطريقه غير صحيه. بنلاقي ان وشهم حصل له ترهل، هالات سودا بدات تظهر، الشكل تعبان. فاللي هو دايما بقول لهم لا يا جماعه، لو الخساسان معاك وهيقلب بتعب وهيقلب بشكل بترهل وهيقلب بمشاكل في البشره ما تخسوش. احنا عايزين نخس هنا من غير حرمان في الاكل ومن غير كمان اي مشاكل في بشرتنا او في شعرنا. لازم نخس بصحه، وده الحقيقه اللي متحقق مع كورس لين كاب اللي عليه خصم 70% وارقام التليفونات من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشه. بتتواصلوا مع الفريق الطبي اللي هو عباره عن دكاتره تغذيه، ما هماش خبراء تغذيه، هم دكاتره التغذيه في مجال التغذيه العلاجيه. بيتواصلوا معاكم ويعرفوا انتم محتاجين الكبسولات والنقط والاعشاب، بيوصفوا لكم الحاجه الصح للحاله بتاعتكم. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. ورجعنا لكم ودلوقتي ميعاد فقرتنا بنكملها مع دكتوره شذا الخولي اللي منورانا، اللي عايزين نقعد معاها حلقات وحلقات عشان نستفيد بخبرتها في مجال مستحضرات التجميل. فكلمينا يا دكتور بقى، احنا عندنا طبعا هديه هايله جدا مع كورس لين كاب اللي ارقامه ظاهره قدامكم دلوقتي على الشاشه. قلت لكم الكورس ده بيخسس من 10 ل 15 كيلو في الشهر، كورس مرخص من وزاره الصحه المصريه، عباره عن مواد طبيعيه 100%. بتطلبوا الكورس عليه خصم 70% لاول 100 متصل بس من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشه. كمان الكورس بقى عليه هديه هايله، هديه فعلا رائعه، وهو زيت انبات الشعر اللي كلمتكم عليه في الاول. هتكلمنا بقى اكتر على الزيت دكتور شذا. كلمينا بقى يا دكتور على الزيت اللي هو عباره عن مجموعه من الزيوت المتكامله زي زيت الصبار والارجان وكمان زيت الجرجير. فكلمينا على اهميه الزيوت للشعر. خلينا نبدا بزيت الجرجير لان هو شويه من الحاجات القديمه اللي احنا اهلنا كانوا متعودين عليها وبنسمع عنه
من زمان يعني. الحقيقة ان هو فعلا من الزيوت اللي ليها فوائد كتيرة جدا جدا، لانه هو بيحتوي على الزنك والكالسيوم، والزنك اصلا يعني عنصر من العناصر المهمة جدا علشان تساقط الشعر يعني. زيت الجرجير من الحاجات الممتازة جدا اللي بتوقف تساقط الشعر. طيب معلش يا دكتور، انا اسفه جدا لقطع كلامك، ولكن لازم نطلع دلوقتي يعني التغطيه خارجه، فيعني للاسف هنبقى في حلقات ما بيننا اكيد كتيره، إن شاء الله. واشوفك ان شاء الله في حلقات جايه.